نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نعرف وناخد ردود افعال كمان اعضاء النادي الاهلي ونشوفهم حواليه كده وكله بيترقب الافتتاح الخاص بالمنطقه الترفيهيه الجديده. يا فاروق مساء الخير عليك، اخر الاخبار عندك ايه؟ تحياتي ليك امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ركن جديد يضاف الى اركان البيت الاهلاوي. المسيره الانشائيه للنادي الاهلي تسير بخطى ثابته طبقا للبرنامج الموضوع من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. النهارده هيتم افتتاح منطقه الترفيهيه داخل النادي الاهلي بمدينه نصر. معي في هذه الاثناء احد اعضاء الجمعيه العموميه وعمده المصريين بدبي استاذ عبد الفتاح اسماعيل. استاذ عبد الفتاح برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم جديد و ركن جديد بيضاف لاركان البيت الاهلاوي، النهارده افتتاح المنطقه الترفيهيه بالنادي الاهلي بمدينه نصر. اول حاجه طبعا انا بهني جميع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على هذا الصرح الكبير وبمناسبه افتتاح المنطقه الترفيهيه، اللي انا بقول ان مفيش حاجه تضاهيها على مستوى الانديه سواء مصريه او عربيه او افريقيه. يعني انا عايز الناس تيجي تفتخر بالمنشآت والحاجات اللي هي موجوده في النادي، وخاصه هنا في مدينه نصر. انا شفت يعني المكتبه المدينه الترفيهيه دي هتكون حدث، انا يعني مش بقول محلي، لا ده حدث عالمي، حاجه كبيره. شكل النادي الاهلي في الفتره الاخيره في مدينه نصر، شفنا سلسله من الافتتاحات، سلسله من الانجازات بتضاف منطقه الفوت كورت، ايضا سور النادي وبوابات النادي اللي هيتم افتتاحها قريبا. النهارده بنفتح المنطقه الترفيهيه، قعود والنادي الاهلي اكيد فرحان مبسوط بهذا الامر وبتدي انعكاس وانطباع لاعضاء النادي الاهلي. من خلال حضرتك تنقل لنا ان انطباع اعضاء النادي الاهلي على حركه الانشاءات اللي شفناها في الفتره الاخيره. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، وطبعا الاول برضو بنشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على المجهودات اللي هي بتتعمل. بصراحه انا بقالي اكتر من ساعتين في النادي، شايف الناس كلها قاعده مبسوطه، الناس الناس اللي يعني عايز اقول لك ان ما فيش مكان فاضي. عايز اخد من كلام حضرتك ونشوف برضو الوجوه واعضاء النادي الاهلي الموجودين بيتابعوا منتظرين افتتاح منطقه الترفيهيه، اعتقد امر مهم جدا لاعضاء النادي الاهلي. بص انا شايف السعاده في وجوه الناس كلها بالامانه، وشايف ان الناس كلها يعني عائلات، العائلات كلها متجمعه من الظهر، وانا شايف انه الناس كلها فرحانه بالمنشات اللي في النادي والتطور اللي بيحصل في النادي، ودي حاجه جميله جدا. يعني حضرتك في نقطه ثانيه مهمه، التصميم اللي بيتم من خلاله انشاء اي جزء داخل النادي الاهلي بيبقى على اعلى مستوى، يعني تصميم يليق فعلا باعضاء النادي الاهلي. شوف انا بحكم يعني معرفتي ببعض المعلومات انه التصاميم اللي بيختارها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيختاروها بعنايه وبينفذوها عن طريق شركات عالميه متخصصه، مش اي حد بيعمل اي تصميم للنادي الاهلي في اي حاجه، لا دول بيختاروا الناس بيوت الخبره، يعني بيوت الخبره العالميه، وبناء عليه بينفذوا المطلوب منهم. يعني كواحد من الاعضاء اكيد عندك تطلعات كتير وفي امور كتير مستنيينها كلنا، وحركه الانشاءات اللي حضرتك بتتابعها واحنا كلنا بنتابعها اكيد بتوصل عضو النادي الاهلي لمرحله من السعاده بالانشاءات اللي بتتم داخل النادي الاهلي. والله انا بوجه رساله لاعضاء الجمعيه العموميه واعضاء اعضاء النادي الاهلي ان هم ييجوا، يعني مش شرط يعني لازم ييجوا يشوفوا الحاجات الجديده اللي بتتعمل، لان دي حاجات حلوه جدا وصرح كبير جدا، الناس ما في ناس اغلب الناس ما شافتهاش، لا ييجوا يشوفوا الحاجات دي، انا حاجه جميله جدا يعني. وبنشكركم جدا على اللقاء الجميل ده قناه الاهلي، شكرا. تحياتي ليك امير، في هذه الاثناء هيتم افتتاح المنطقه الترفيهيه بحضور الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا.